بدأنا من الصباح في نوع آخر من التمكين، وهو تمكين مراكز شباب مصر للمساحات الأمنة. يمكن إحنا عندنا رؤية وخطة أن تكون مراكز شباب مصر مراكز منتجة، مراكز تتفاعل لخدمة المجتمع والمجتمعات. علشان كده النهاردة فتحنا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والتعاون الدولي مع السفارة السويسرية لدعم الأماكن الأمنة بتخصيص مساحات لكل الوافدين على أرض مصر، وأيضا مراكز الشباب من أعضائها لتمكينهم في الأعمال وتطوير قدراتهم، وده ليه عائد اقتصادي على موارد هتكون موجودة ليهم طبعا على أرض مصر. النهاردة نوع آخر من التمكين، تمكين الشباب لمفاهيم الوزارة معاها وبتدعمها، وهو تمكين اقتصادي للشباب. تمكين الاقتصادي للشباب هل بالمعرفة، هل بإنشاء الشركات الصغيرة، هل برواد الأعمال وريادة الأعمال، هل في التوظيف وعمل منصة، حقيقة كل الإمكانيات وكل الفرص وكل الأفكار متاحة. النهاردة بنطلق مع مؤسسة تكني شراكة جديدة ما بين وزارة الشباب والرياضة علشان نطلق دوري مصري لريادة الأعمال بمحافظات ومراكز الشباب، والبروتوكول ده ودوري ده هدفه ان احنا ننشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر ما بين الشباب، ثم بيحصلوا بتصفيات ومراحل متأخرة على دعم من عدد من المستثمرين والتمويل علشان يحولوا أفكارهم وقدراتهم لمشروعات حقيقية وشركات حقيقية يتساهم في الاقتصاد. هي ده دور وزارة الشباب والرياضة الوطني في الوضع الاقتصادي الحالي، إلى أنه احنا الشباب هو يكون قوة فعالة في الاقتصاد المصري، وأنه يساهم في تشغيل أكبر قدر ممكن آخر من الشباب، ونحاول احنا نقلل معدلات بطالة بقدر الإمكان. والحقيقة الشراكة دي بتأتي بعد يعني أو في إطار مجهود كبير من الشراكات والمجهودات والمبادرات والبرامج والمشاريع اللي وزارة الشباب والرياضة بتنفذها في إطار التمكين الاقتصادي للشباب. في الحقيقة ريادة الأعمال هي فكرة أو يعني شكل مختلف للشباب إن هم يقدروا يعملوا بزنس هنقول، ولكن البزنس عشان يتحقق محتاج إن هو يكون بيحل مشكلة حقيقية ملموسة. شركات كتير بتفشل، 90% من الشركات اللي بتبدأ بتفشل، 10% بس بينجح. ولما درسوا الأسباب الفشل لقوا إن 30 أو 40% من الفشل ناتج إن مفيش حل، مفيش مشكلة حقيقية اللي رائد الأعمال بيحلها. مصر كلها فيها مشاكل كتير جدا، والشباب والشابات محتكين بالمشاكل دي كل يوم، وقادرين ان هم بشكل مختلف يفكروا بشكل فيه ابتكار ازاي يحلوا المشاكل دي، سواء كانت في القطاع المالي، في القطاع الطبي، في القطاع اللوجستي، ايا كانت القطاعات. احنا مش قافلين على قطاع معين، فاتحين لكل القطاعات، بحيث ان احنا نقدر نقول للشباب ازاي ندربهم على كيفية التفكير لحل المشاكل، ندربهم على ازاي يقدروا يوصلوا للمستثمرين، ازاي اقدر اتكلم مع مستثمر، ازاي مين المستثمر المناسب ليا. فطبعا بيبقى في برامج مختلفة بتساعد الشباب ان هم يحققوا سواء كانت افكارهم الى شركات، او لو شركات موجودة تقدر انها تتوسع في اسواق تانية وتكبر وتجذب استثمارات.